سعيده جدا وشرفت جدا بدعوه استاذ جمال ليا. يمكن ما حدش يعرفه، بس ان انا لسه صوت جديد، وهو الحقيقه متمنيني. يمكن جه في وقت من الاوقات، يعني كنت خلاص يعني بدات افقد الثقه جدا في الساحه الفنيه، واقول خلاص مفيش مجال يعني للطرب او كده. لكن التشجيع عليا خلاني لا، قلت لا، يعني يكفيني شرف انه بيدعمني ورشحني لكذا حاجه، منهم ان شاء الله اغني مسلسل وقت النهار مع المخرج محمد صادق، وان شاء الله باذن الله اغني فيلم برسوليرا ان شاء الله بطولة غنى عبد الرازق، ومش عارفه اقول Hello.
شافوا جنة.